بسم الله الرحمن الرحيم ومساء الخير واهلا بيكم. اصل كنا بنقعدين انا والست هبه شلبي اللي بلاها الزمان بيا او بلاني بيها ما نعرفش بقى اختاروا انتوا. وبعدين نعمل عنوان ايه وكده وبتاع، ففي الاخر اتكلمنا عن في الدكتور عبد الرزاق بن حليم بعت لي قال لي اتكلم عن قوه وجمال الصمت. وانا كنت بادئ هبدأ اتكلم عن قوه وجمال الصمت لان عجبتني الفكره. وبعدين افتكرت القوطه الطماطم البندوره. فهو من ايام البيت بيتك عشان بس الواحد يبقى يقول لي واللي عليه ولا اظن لا في اخر النهار يمكن بدانا نتعلم على نعلم الناس ازاي يعملوا صلصه عشان الطماطم بتجي لها حاله جنون. ودي حاجة علميا موجودة، يعني علميا مع دخول الربيع في ابريل الناس اللي عندها امراض نفسية بيبقى حالتهم مش كويسة. فالطماطم عندها مرض نفسي. لكن واضح انها بدأت بقى مش جنون، بدأت تخرف، يعني جالها زهايمر، لأنه احنا متفقين يا خالتي يا طماطم يا هانم انك بتيجي في ابريل بتجي لك حالة الجنون وتترتفع اسعارك وحاجات زي كده. فنقول للناس يا جماعه من فبراير مارس ابداوا اعملوا الصلصه في البيت. وبدانا نعملها في التلفزيون، يعني بدانا نقول بتتعمل ازاي. اظن ان مره في احد البرامج جبنا مطبخ اظن في اخر نهار وعملنا الصلصه ازاي تتعمل عشان يعملوها في البيت عشان ما تبقى القوطه في سعرها العادي، نقوم نجيب كميه كبيره جدا ونعملها ونشيلها في البيت وخلاص. ونعمل بقى اثناء الحكايه دي، طبعا الصلصه ما تنفعش في ما تنفعش الطماطم بالصلصه تتعمل في السلطه وتتعمل في الحاجه. فالطماطم بقى مش عارف ايه اللي حصل، هل في اصابها زهايمر؟ يعني مش في سبتمبر ولا اكتوبر، لا ما ينفعش يا خالتي ما ينفعش، دي بقى سعرك 40 جنيه و50 جنيه. يعني لازم تاكلوا طماطم؟ ايوه لازم ناكل طماطم. ايوه لان الطماطم مش مجرد الواحد بيجيب قطايه يحطها في السلطه، ده الناس المدلعه. انما العادي ان الطماطم بتتعصر عشان تتحط على البسله وعلى اللوبيا وعلى صينيه البطاطس وعلى الباميه وعلى وجنب الملوخيه في حاجه اسمها دمعه، يعني برضه الملوخيه تعملش لوحدها. فالطماطم حاجه اساسيه 100%. وبعدين ازاي البيت يخلو من بطاطس وبتنجان؟ البطاطس وبتنجان دول ما ينفعوش يتعملوا ابدا من غير الطماطم، لان البتنجان تقليه وبعدين تعمل بقى تقطع القوطه وتعملها بالثوم كده وبتاع خل وثوم، اسمها بتنجان بخل وثوم. اما اذا تحول الى مسقعه فده يوم المنى، اذا البتنجان ده تحول الى مسقعه يوم المنى. اما اذا تحولت المسقعه يبقى فيها لحمه مفرومه فده احنا كده خدنا جائزه نوبل، خلاص عدينا بقى. فالطماطم حاجه مش حاجة ترفيهية أو حاجة إضافية على الأكل ممكن نستغنى عنها لا ما ينفعش. أنا بقى ما أعرفش حاجة تانية، يعني يا ريتني كنت يعني سألت قبل ما أبدأ أشتغل وأنا غلطان. علبة الصلصة بكام بقى في الوقت اللي إحنا فيه ده؟ اللي هو الطماطم بالسعر ب 40 جنيه باين ولا أكتر، حاجة زي كده. تقريبا حاجة و30 لو أنا صح. برطمان الصلصة ده بحاجة و30، قولوا لي بقى بكام؟ طب أنتوا ما أنا ما أعرفش بقى، أنا لما كنت بقوم أعمل مكرونة ايام ما قعدوني في البيت ايام ما قعدت في البيت فكنت بعمل مكرونه فحط من بتاع من البرطمان بحط يعني كتير. ما اعرفش البرطمان يعمل ايه، يعني البرطمان مثلا يعمل صينيه بطاطس كام تاخد منه كام معلقه؟ ما عنديش فكره. لو هتستخدم البتاع ده مثلا في بيسموها ايه؟ مش التقليه التخديعه بتاعت الاكل. هتعمل مثلا فاصوليا لوبيا بتخدع الحاجه وبعدين تحط فيها بتاخد قد ايه كم قد ايه ما اعرفش. فيعني الحقيقه انا بتقول لك طب وباقي الخضار يا استاذ محمود الاسعار كلها بقت مش طبيعيه. النهارده قرينا خبر زياده في اسعار الخضار 80% والفاكهه 50. حد تاني برضه بيقول لك غيره ثانيه بتقول لك انا زرعت طماطم في قصريه الزرع وطلعت 3 شجرات حلوه جدا ممكن الواحد يستفيد. لا اظن الحكايه دي فيها مبالغه شويه لان انا فشلت فشل ذريع ان انا اعمل طماطم. حتى في ناس بداوا يجيبوا ايه الزرعايه الصغيره دي اللي بتطلع طماطمايه صغيره دي طماطمايه اللي هي يعني الدلوعه دي.
جبتها وزرعتها كانت في يعني هتطرح، فطرحت شويه وبعد كده ما كملتش معايا خالص. مش عارف برطمان الصلصه ب 50 جنيه. برطمان الصلصه ب 50 جنيه يعمل ايه بقى يا عبد الكريم؟ لا 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 دي غاده اللي بتقول لك. عبد الكريم بيقول لك تحياتي الاستاذ محمود، في فلسطين تحديدا في غزه كيلو الطماطم ب 10 دولار و بنسس مار طماطم ب 10 دولار يعني 100 جنيه 500 جنيه 10 دولار 500 جنيه. في اسكندريه الطماطم ب 40 جنيه. طب طنطا بكام؟ عليا بكام بقى في طنطا؟ صابرين بتقول اها عامله صلصه ب 15 جنيه. حلو قوي اها، دي شركه عظيمه. بس اها دي شركه جميله. البرطمان الصغير بس اها في علبه صغيره كده 35 وعلبه كبيره. يعني انا عارف في علبه صغيره وفي علبه كبيره. بس يعني بتبقى حاجه صعبه. بس على كل حال انا عايز اقول لكم انه الطماطم بتغلي دلوقتي، بعد كده شويه هترخص، بعد شويه بتاع. بس هو انا ما اعرفش يعني هل هي كانت بتغلى في سبتمبر ويناير؟ العيشه بتدم يا اقول لك هنبدر هنعمل ايه اكتر من كده؟ يبقى نطلع بعد العيشه بقى، يبقى نطلع 8 وربع ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى متهيألي اعتقد هيبقى لسه لما يخلص سبتمبر هيعملوا الشهر اخر سبتمبر ولا اخر اكتوبر؟ مش عارف الساعه مش عارف هيعملوا فيها. في ناس بتقول لك في كفر الشيخ كيلو ب 40 جنيه. كفر الشيخ ب 40 جنيه. طنطا ب 35، بورسعيد ب 35 و40، كل ده غير الثاني، الغردقه ب 40. طب انا عايز بقى احنا قاعدين مع بعض قاعدين بنتسلى كده، تعالوا نطبخ طبخه. يعني ايه؟ يعني نجيب صينيه بطاطس قرده، مالكوش دعوه بالبتاع الثانيه الكلاكيه دي مالناش دعوه بيها. هنجيب صينيه بطاطس. الحكايه دي انا كنت بعملها في البيت بيتك بس ما كنتش بطبخ. كنت بجيب مرتب الشخص وبعدين ابتدي اصرف. الله اكبر على السلام قدام الله وملك القسم شرنا لا اله الا الله شرنا رسول الله. فكنا نجيب الاكل الايه، انا كنت بقول ايه؟ كنت بتقوله كنت بتقول ما كنتش بطبخ، بجيب مرتب الموظف واللي كان ليه حد ادنى وحد اقصى مش عارف الحاجات دي كلها، ونشوف يقدر يدور العمليه ازاي. يعني يفطر بقد ايه؟ اتغدى بقد ايه؟ اتعشى بقد ايه؟ في اطار متواضع جدا يعني مثلا كده. فكانت الحكايه بتبقى صعبه جدا. الناس بتقول لك بقت اصعب. فتعالوا نطبخ طبخه كده، يعني ايه؟ تعالوا نفطر ونتغدى ونتعشى. نعم. هي بس استقطرت ان في فطار وغدا، البني ادم مقبل على كده. مش مقبل قبل على ذلك. ايه بقى؟ يعني هنفطر فول وطعمية. واحنا اسرة ملتزمة بالقواعد والقوانين، يعني عبارة عن زوج وزوج. اسماء بتقول لك بلاش تجرب التجربة دي هتقعد تعيط علينا. والله انا عايزة هي رايها بصراحة. الموضوع بقى محبط جدا يعني صراحة. بلاش يا اسماء. بلاش يا اسماء صحيح. انا ليا صديق عزيز يعني معايا من ايام الجماعة. معاشه 5000 جنيه. وبعدين كان بيكلمني. فبقول انا نزلت يا محمود اجيب حاجه كده، نزلت جبت فرختين وكيلو بانيه. والراجل فرار يعني عارفه كده فاخد منه 500 جنيه. والراجل ماشي بما يرضي الله يعني عنده يعني شابين بس في البيت. فدول يعملوا ايه يعني؟ تاكلوا قد ايه؟ فرختين دول وكيلو بانيه 10 ايام مثلا. اما يدفع 500 جنيه في حاجه زي كده، لسه بقى ما جبناش لا رز ولا الست طماطم ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه ولا زيت ولا اي حاجه ولا عيش ولا. منال بتقول لك معاشنا 2100 جنيه. ما انت كنت بتشتغل ايه يا منال؟ حلو، انا مبسوط من الحوار ده على فكره، حوار بسيط قوي وتلقائي جدا، مش مهم عدد اللي بيشوفونا خالص، المهم ان انتوا يعني دي حاجه ممكن نبقى بنساعد بيها فيها بعض. لا منال معلش انا بعتذر للدكتور عبد الرزاق، هنتكلم عن الصمت يمكن نتكلم عليه في اخر القعده دي. منال معاشك 2200 جنيه، كنت تشتغلي ايه؟ انت تشتغلي ايه؟ انت جيتي تشتغلي ايه؟ على فكره انا معاشي ما تجاوزش لسه لغايه دلوقتي 5000 جنيه. وانا اشتغلت في مهنه وصلت لاعلى حاجه فيها.
يعني الصحفي ما بيبقاش مثلا وزير، لا ده ده حاجه تانية، هيكل بس هو اللي عمل كده، انما الصحفي بيبقى رئيس تحرير وخلاص، شكرا يا خالتي، خالتي عندكم لما جاتش وخلاص وخلصنا. فمرتبي وانا فاكر مش عارف حكيتها ديت ولا حكايه الاستاذ مكرم لما تعينت رئيس تحرير، نقلوني بقى من روز اليوسف اروح دار الهلال، ومجلس الشورى اللي اختارني ومجلس على الصحافه وقصه كده يعني. فدخلت المكتب فقال لي فلان بقى مش عارف ايه، واحنا اخترناك بناء على كذا 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 كذا، وقعدت بقى عارف هو كان عصبي شويه كده صوته عالي، انا هزودك 100 جنيه. انا بصيت له كده ما فهمتش، مش فاهم يعني 100 جنيه يعني ايه، مش فاهم. قلت له يعني ايه يا استاذ مكرم؟ قال لي هرفع لك مرتبك 100 جنيه. فابتسمت وخرجت خلاص، عرفت ان المسائل يعني، ولذلك يعني ما كملتش كتير، قعدت 4-5 سنين واستقلت، مش عشان فلوس، عشان ده ظرف المجله ان هي مش ممكن احسن فيها ولا اعمل فيها حاجه، لان الظروف الاقتصاديه في منتهى الصعوبه. منى بتقول لك معاش عن امي 2200 جنيه وبجيب منه علاجي، تقدروا تقولوا لي اعيش ازاي؟ معاشك عن امي بتقول انا مرتبي 6000 جنيه وفعلا ماشيه ازاي ما اعرفش، بس بركه ربنا هي اللي ماشيانا. دي واحده تانية غير المعاش. والله مش عارف تصدقي اختي اللي بتقول عن المعاش دي 6000 جنيه، انا بقعد والله افكر لو الواحد معاش بس كذا، لدرجة أنا بحس إن أنا بقيت يعني عندي عبط أو عندي جنون أو عندي هبل، يعني بفكر في الحاجات دي ليه؟ ما أعرفش بتيجي في دماغي كده، يعني لو الواحد عنده 7000 جنيه مرتب، لا 10000 جنيه، ده كان رقم كبير جدا، ما بقاش بقى خلاص، فمرتب 10000 جنيه، تاني كويس جدا، يعني على فكرة أنتوا لو سمعتوا مرتبات الوزراء هتلاقيهم 20000. لا لا ده المرتب، لا لا الرسمي افتكر الرسمي 40000 45000 اعلى راتب في الدوله، قولي له يعملوا ايه ده؟ بس بقى في بقى لجان ومشاور حاجات بقى ثانيه بقى جميله جدا، المهم يعني. فقعد افكر طب هو مثلا هيدفع في الكهرباء 400 جنيه، طب وهيدفع في الغاز 150 جنيه، فابتديت اكتشفت ان الانبوبه بقت ب 150 جنيه، فلقيت الغاز هيبقى اغلى بقى من كده، طب وبعدين هيدفع في تنظيف البيت مع مراته ادوات التنظيف كل شهر هيجيب كذا، طب هو هيجيب اكل عنده عيلين اتنين بس، طب الولد والبنت هما نازلين المدرسه الصبح هياخدوا سندوتشات، هياخدوا عيش فينو ولا هيحط لهم عيش بلدي، وهيحط لهم عيش حاف ولا العيش ده هيتحشي، فهيتحشي حلاوه مش معقوله، ده احنا اللي كنا بناكل حلاوه في السندوتشات، لازم يبقى في حته لانشون، في حته جبنه، في حته بتاع، طب هيبقى هيضطر يجيب جبنه في التلاجه، مش هتبقى تلاجته فاضيه، هيضطر يجيب جبنه، طب الجبنه دي هتكلفه قد ايه؟ هل هياخدوا العيال كل يوم سندوتش جبنه بيضه؟ ولا ممكن نحط فيه مره بيضه؟ طب هنحط فيه بيضه، البيضه بقت ب7 جنيه. طب العيلين مع بعض هيحطوا بيضتين ب14 جنيه، 14 جنيه مع عند الله قلبه يعني تعبت. يعني شريف بيقول لك حضرتك فتحت الموضوع ده حديث المدينه لكل الناس، الغلا بقى متوحش بطريقه مفجعه ومفيش اي مبرر للغلا اللي احنا فيه. الحوار مسعود بيقول لك الحوار ده يرفع يا استاذ محمود، ما عندك حق والله، انا تعبت حسيت ان انا ارهقت. عمار برضه بيقول لك ان ده حديث المدينه دلوقتي. عزه بتقول لك حوار بسيط لكن مهم جدا في تصرف الحياه. نجوى بتقول شوفوا احنا كنا في ازمان كتيره كانت الحاجات بتبقى غاليه، يعني ما يغركش مثلا يقول لك البيضه كانت ب3 سعر، ما هو كان الراجل بينزل يروح شغله وبيسيب لمراته نص جنيه، الموظف يعني بيسيب نص جنيه عشان يجيبوا الاكل والشرب واللحمه والخضار وكل حاجه، ومصاريف مدارس الاولاد وهم نازلين الصبح والحاجات دي كلها، وكان عشان يجيب النص جنيه ده مشكله لانه كان بيشتغل ليل ونهار وبياخد مرتبه مثلا 15 جنيه 20 جنيه، ادي كل الحكايه. انا كنت بسمع دلوقتي عمنا بيرم التونسي في احاديثه القديمه فقال لها في ناس بيعيبوا عليا ان انا ساكن في السيده زينب. بص يا استاذه كانت امال فهمي زينب الله يرحمه، انا لو رحت سكنت في الزمالك هضطر اخد شقه ايجار 20 جنيه، وهضطر لما اسكن في الزمالك ان انا ابعت ناس تجيب لي الخضار وناس تعمل لي حاجات دي كمان فيها 10 جنيه،
وانا ما اقدرش اعود مراتي على كده، لان انا هموت ومراتي هبقى تبقى ارمله، يعني هتبقى هتصرف منين ال 30 جنيه دول؟ فانا قاعد في السيده زينب، ايجار تلاقيه ب 2 جنيه هو ما قالش بقى كده، بس ده مفهوم بقى ان الايجار ب 2 جنيه ومراتي كده. يعني كيف اصبحنا في مش عارف. وائل بيقول لك تحياتي ليك، انا من رايي ان كل ما الواحد مرتبه زاد سقف مصاريفه كمان بيزيد. هنا بتيجي نقطه بقى في حديث بيرم، انا لسه ما خلصتش، انه قال جمله مهمه جدا. هو يقدر يعيش في الزمالك؟ قال انا اقدر دلوقتي، اقدر يعني ال 30 جنيه ده كان بيكتب في جرايد واشعاره غاب بتاخد فيها فلوس وكل حاجه، لكن ده استثنائي مش ثابت. فهو عايش على الثابت مش على الاستثنائي، عايش على الثابت. فدي بتخلينا عندنا فكره انه، ودي اللي انا عشتها في حياتي بصراحه، يعني انا ما عملتش اي حاجه فيها يعني شيء من البهرجه والحاجات دي الا لما بقى في المستطاع، يعني متوفر. ودايما كنت انا ونجله ومي وكده يعني على قد ما بيجي لنا بنصرف، صحيح كنا بنصرف كتير لكن على قد ما بيجي لنا. يعني مثلا انا ما كنت ساكن في المنيره، انا ما بقولش كلام فيه مبالغه او بقول لكم يعني حاجه، لا ما كنت ساكن في المنيره، كانت شقتنا اجرها 13 جنيه. وكان ممكن جدا في الوقت دوت اللي هو في بدايه الثمانينات ان انا اخد شقه في المهندسين مثلا ب 5000 جنيه. يعني اخد شقه ادفع فيها 5000 جنيه. بس هروح حته مش بتاعتي ومكان مش بتاعي وقصص، فيعني نقله لمستوى تاني. فانا ما حبيتش ابدا اتخطى مستواي، يعني اتخطى وضع الاجتماع. مش معنى كده ان الناس تفضل ترقد في وضعها، لا طبعا الناس تغير وتحسن وتعمل وبتاع، بس لابد تكون في، يعني عشان كده انا بقول دايما الاكل والشرب والحاجات دي فيها ميزه عظيمه جدا، لانه الباب مقفول ومحدش عارف احنا بناكل ايه. لذلك المثل جميل جدا، يعني يقول لك البس اللي يعجب الناس، كل اللي يعجبك، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. الناس بيشوفوا اللبس، هتلاقي بقى انا قرازه وبتاع، ايه اللون دوت، ايه القميص ده، ايه البتاع ده، جبته منين، الساعه ايه، الشنطه ايه، الحركات الاونطه دي كلها. انما الاكل انت قافل عليك بيتك وبتتقضى باي شكل. بس الدور ده بقت يعني بقت حاجه مش مفهوم بصراحه، مش مفهوم، يعني مش قادر افهمها. نادية بتقول لك الموضوع مدن جدا ومعقد، لكن الله بيفرجها من حيث لا نحتسب. صحيح. صفاء بتقول لك مساء الخيرات. صحيح والله، ايوه صحيح، بيفرجها من حيث لا نحتسب قطعا. ما انا عشان ببقى عايز ابقى يعني مش بثبت النظريه لنفسي، انما اقول ايه؟ طب هو دخله كويس 10000 جنيه، طب يصرف كذا كذا كذا، طب صعبه جدا، طب هيعمل ايه؟ طب هيسوي ايه؟ تلاقيه عايش كويس. ازاي كده؟ ما اعرفش. وتلاقي الدنيا ماشيه، ما اعرفش. هي بتبقى ماشيه وبتتقضى بس بتبقى صعبه قوي، بتبقى صعبه. اكتر حاجه على الراجل تاذي البيت والاسره الجو، انه يبقى الحمل يتقل ويتقل ويتقل، واعمل اللي عليه. يعني الراجل بيشتغل طول النهار، بيشتغل، الرجاله بتشتغل، بقول لك ان المصريين ما بيشتغلوش، لا بيشتغلوا. انما لما يبقى في فساد اي حد في العالم بيفسد، ولما يبقى في ناس قاعده ما بتشتغلش ما بيشتغلش، ولما ما تحاسبش ما اي حد على فكره في العالم كله. وانا ضربت المثل ده بحكايات كتير، يعني مثلا قلت انه العالم منتظم وبتاع مش عارف ايه وبتاع، طب تعالى كده اعمل زلزال في اي بلد، حتى الحراميه والخطافين والبتاعات كله، مفيش قانون. احنا بس عيبنا ان يعني عايزين القوانين تبقى صارمه، الناس كلها يبقى في عداله اجتماعيه، هي دي العداله الاجتماعيه. صفاء بتقول الانبوبه كلها سعيد كانت ب 150 بقت 220. بتقعد قد ايه الانبوبه دي؟ يعني ست البيت تستخدم انبوبه كم انبوبه في الشهر؟ في بقى القانون بقى ماشي باسمه كده القانون. لا حول الله يا رب. سامح بيقول لك انا ممتن اللي خلاك تعمل ايه وسجل مذكراتك يا استاذ محمود. والله يا رب يا سامح تكون فيها حاجه مفيده، انا مش عارف بعملها ليه لغايه دلوقتي. مش عارف خالص، يعني ما عنديش سبب وجيه اقوله ان انا بعمل دوت، الا انه يعني الحاح وكده، قلت يا نجرب نشوف.
زينه بتقول لك السلام عليكم ورحمه الله، اتكلم ان الصدقه بتبارك في القليل الموجود، ربنا بيستر. والله طبعا الشهر. يا سلام، شفت والله، انا شفت واحد بيتبرع في كل في جيبه، فبالتاني يوم يجي له حاجات كتير جدا. طبعا طبعا المسائل دي انا مؤمن بيها ايمان مطلق وايمان يقيني، مش مطلق، ايمان يقيني ان ده بيحصل فعلا. لكن بس اللي بيحزن الكلام اللي قالته لي الست ابن 100 وانا ما اقدرش انساه، انه الهم، لان سيدنا علي قال هو ده اصعب حاجه في الحياه، الهم اللي ضيع من عينك النوم ويخليه، هو ده صحيح ربنا بيفرجها، بس الواحد ما بيقدرش يمنع نفسه من الهم، في بكره، في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. انا مؤمن يقينا ان ربنا ممكن يفرجها، يا سلام، وتبقى الدنيا في حاجه ثانيه، في حته ثانيه خالص، لكن بيبقى فيه هم. فاطمه بتقول لك الاطعام يا استاذ محمود، انفق ينفق عليك. امال، برافو عليك يا فاطمه، انفق ينفق عليك. منى طالبه مني ابلغك احترامها الشديد. مين؟ منى. اهلا يا منى، اسمك غالي، مش عشان حاجه، عشان منى وشادي، منى شاديه يعني، واحمد بصراحه اسمه فكار، منى واحمد، منى احمد، دي حاجه اتولدنا عليها يعني، اتربينا عليها. اوكي، ربنا يعينكم يا رب، واسرع على مطالبات اسرتكم. اه يعني احنا والله ندعي لبعض ونساعد بعض ونتعاون مع بعض. بس هو في حد كان سأل عن الحقود، وفي حد قال اتكلم عن الصمت، قوة وجمال الصمت، اللي هو الدكتور عبد الرزاق. فاكرين اعرف نكمل شوية؟ نكمل، انا مبسوط الحوار يعني، مش متضايق منه خالص. محمد بيقول لك يا ريت تختار عينة من جمهور حضرتك يكون معاك مرة في مكان وتصور حلقة معاهم. يا محمد، عملت كده مرة وزعلت قوي بعد الناس ما جم هنا عندي في البيت، وكانوا اظن حوالي 15 20 شخصية، وبعد ما مشوا زعلت قوي، ناس جولي من بورسعيد، سيدة وبنتها صح؟ وسيدة تانية جت مع بنتها وجوز بنتها وخطيب بنتها أو ابنها من مصر الجديدة. يا خبر اسود، مين أنا عشان الناس تجي لي من بعيد كده؟ فضايقت جدا إن أنا تعبت الناس جم من آخر الدنيا، وما كنتش اتصور ابدا ان ممكن ده يحصل يعني، انا ما اعرفش حتى وقتها يعني، قررنا دول يجوا ليه ما اعرفش يعني، قلنا عن شو بتاع وجابوا لنا سقط الحكايه هبه، فجم، فبقيت متضايق جدا يعني، مين انا يعني، توفي الحكيم اخي يعني، قاعدين مع العقاد، قاعدين مع ولا حاجه، متواضع انا مش كده؟ هو ولا حاجه فعلا، احنا في زمن هلس في هلس، فانت بتتصور انه حاجه، لا مش ولا حاجه. لو انت تعرف يعني ايه توفيق حكيم، يعني ايه نجيب محفوظ، يعني ايه يوسف ادريس، يعني ايه انس منصور، يعني ايه مش عارف اقول لك مين، ثروت اباظه، يعني ايه سعد الدين وهبه، يعني ايه اسماء كثيره جدا جدا. انا بكلمك على الطبقه الادبيه، المثقفين اللي مش عارف انت، احنا ولا نساوي نكلة، بس هو حظوظ. الحظ لما يواتي يخلي الاعمى سعادي. اي نعم، فانت بتحس ان احنا لا بتبقى حشبه. والله العظيم انا بكلمكم بمنتهى الصدق، انا شفت الناس دول بعيني وشفتهم تاني بقلبي وانا بقرا كتبهم، حاجه تانيه خالص، حاجه تانيه. لو كان استمر التيار ده، تيار الستينات ده والسبعينات ده، لو كان استمر في بلدنا كنا هروحنا في حته تانيه خالص خالص، لانه بيصنع الدول، مش العلم والحاجات دي اللي بيصنع الدول، الادب والفن والثقافه، هي بتصنع، بتغير احوال البلد كلها. ولذلك مفيش دوله عملت حاجات من دي اللي ما يبقى عندها فنون، لابد يكون في فنون وحاجات زي كده. خالد بيقول لي بالله عليك قولي له اننا بنعتبره خليفه حمدي قنديل. يا عم انا فين وفي الاستاذ حمدي قنديل؟ لا مفيش حد خليفه حد، الاستاذ حمدي قنديل ده كان حاجه يعني فاكهه، فاكهه تظهر في غير موعدها، يعني شوف كمان هي فاكهه وتظهر في غير موعدها. يعني بتلاقي مانجا اهي حلوه كده، مانجا مش عارف ايه اللي بيسموها ايه دي، عويس كده في عز الشتاء. كان حمدي قنديل كده، رجل يعني انا اقول عليه معلم، استاذ في المهنه. ويعني ادعوك عندك مذكراته موجوده في
عشت مرتين حاجة في منتهى الجمال. يسري بيقولك حضرتك فاكر لما كنا بنجيب بقرش ساغ فول من عند عم علي في درب سعادة وام احمد يسري بتاعة الجرايد. انت مين انت؟ يسري طربوش؟ لا يسري سعد الصمدي. يسري ايه؟ سعد الصمدي. لا يعني هو ذكريات هو يعني. بس هو عارف عم علي. طب هو عايش في درب سعاده؟ اكيد كان فيها كتير. ازاي؟ طب انت يسري مين فين في درب سعاده؟ ايوه عم علي بتاع الفول طبعا. شو بيقول لي عم علي؟ شو بيقول لي عم علي؟ كمان حته كبش فول عم علي. فيروح عم علي مدي لك بتاع ويروح حاطط لك كبش بليله فوق الفول. صح يا يسري؟ مش فاهم. ما اعرفش يعني ايه. احنا نروح نشتري فعم علي ده كده يعني على طول شغال عشان الزحمه. كويس. واقف في عربيه كده في جدريه جوه. بس فوله ممتاز. ماشي. نروح نشتري منه. كويس. ونملى ناخد الحله وننزل نملى الفول. فنقول له النبي كبش كمان يا عم علي. يروح يديك حته كبش. شوف بليله يا عم علي. دي لوحدها؟ لا. فوق الفول؟ يديك كبش بليله فوق الفول. فوق يعني فوق الفول؟ تطعمه. ايوه. لا ما احنا ما كناش بنشتري البليله كل يوم، دي مشكله. البليله اصلا عايز السكر. بليله فيها بلايه، بليله دي جنايه. فانا كنت بحبها قوي. وكنت اقول لهم نستنى السني لما اسهر مع اصحابي في الشارع في شارع الاستئناف، نقول لهم نستنى السني لما يجي ناكل بليله ونطلع بقى. فيجي السني الساعه 6 كده الصبح، يعدي من شارعنا ويطلع على بنزيون في شارع بورسعيد، نمشي وراه لانه ما يقفش ياكلنا، يمشي وراه يقف في مكانه ويطلع بقى الكسكسي والبليله. فاصحابي سموني بليله. هو بتقول لك يسعد مساك، يا ترى ممكن نشوفك بسوريا؟ يا ريت. يا سلام، يوم المنى. والله كنا بنستعد نروح بيروت، كلمنا في الحكايه دي كتير وقلنا نروح. ربنا يفك اسر لبنان من هذا العدو الغاصب المغتصب السفاح المجرم، هو العالم كله. طب الدنيا مفيش احنا. طب لا، امال فين فرنسا؟ فرنسا بتقول بيروت دي بتاعتها. فرنسا فين؟ مش عارف. نشوف ان احنا بندور على فرنسا مش بندور على كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يعني عالم ما بيعرفش غير مصالحه. عزه بتقول لك مصالح شعوبه. مين؟ عزه بتقول لك الحكمه بعد خبره السنين بتخلي الواحد قريب. وحضرتك بقيت كده، ربنا يبارك في عمرك يا رب. ما فيش، مش كل السنين بتدي حكمه. ممكن بعيد عنك يا وزه تدي خرف وتدي طغيان وتدي ظلم وتدي تخلف وتدي غرور وتدي قهر وتدي حاجات كتير جدا. اوعى تفتكر ان كنت يعني الانسان، كل الانسان ما بيكبر بيزداد حكمه. لا مش كلهم، في ناس تانية بتزداد جبروت وبتزداد ظلم للعبيد وبتزداد مص في دماء الناس. يا ريت كل اللي يكبر يبقى كنا خلينا كل واحد معدي 70 زي ما انت عارف، يبقوا كلهم بقى كلهم كبار وحكماء وحاجات زي كده. كان دي جمهورية افلاطون، كان عايز كده، كبار هم يحكموا وما يبقاش ليهم مصالح، ما يبقاش ليهم ولاد، ما يبقاش ليهم قرايب، ما يبقاش ليهم حاجه خالص. كبار يحكموا على راحتهم على اساس ان هم مش لهمش مصالح اطلاقا، وعارفين ان رجليهم والبتاع فايه مش. لكن في ناس بتكبر فبعيد عنك بيحصل لها، معرفش بيحصل ايه بصراحه. المهم بتقول الله يرحم سامي شرف. هتقولي ليه بتقول كده؟ اقول لك قال لي كلام يعني ما صحش نقوله. وكان سكرتير رئيس جمال عبد الناصر فتره طويله، فتره حكم عبد الناصر. وهي ما بتقول لك بتحييك وبتقول لك انها بتقدر حبك لوالدتك جدا لان حضرتك قدوه للاجيال، ونتمنى ان تحكي دائما عن حبك. لا حبيبتي انا بس كل مين هي؟ أميمة. يا أستاذة أميمة، أنا كل ما في الحكاية إن أنا بشتغل في شغلانة بتخليني أكتب أو أظهر في وسائل الإعلام، إنما كل واحد حواليكي ساكن فوقيكي ساكن تحتك ساكن جنبك، ابن خالتك ابن عمتك، لو حطيتي له كاميرا وقلتي له اتكلم هيقول كلام عن أمه أحلى من الكلام اللي أنا بقوله 100 مرة. لأن أمي واحدة من ضمن ملايين الستات في بلدنا ما بتاخدش حقوقها فنزلت تشتغل عشان تربي عيالها. في كام ست عملت كده؟ كتير جدا 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 جدا. بس ما عندهمش ابن طلع في البتاع. يعني ادي كل الحكايه، انما هم يعني مالين بلدنا. يسري بيقول لك انا كنت جار حضرتك، يسري اللي هو يسري بيقول لك انا كنت جار حضرتك ساكن في بيت قهوه عبد الحكيم وليا الشرف. عبد الحكم مش عبد الحكيم. ماشي.
اسمه عبد الحق الله يرحمه كان حبيبي. قال الاستاذ لولو الاستاذ لولي لولي بيه. عبد الحكم ده كان حبيبي وابنه سامي الله يرحمه، اظن سامي كمان مات. ده قهوه محمود العسوي، انت كنت ساكن في بيتهم جوه في الجداري من جوه. دول كانوا عندنا عند قهوه عبد الحكم، دي كانت موجوده في شارع الاستئناف، كان عند الاول محمود العسوي اللي هو ماسكها وبعدين عبد الحكم مسكها الله يرحمه، كان حبيبي قوي قوي الله يرحمه وابنه كمان. حسن عايزك تتكلم على تاثير السوشيال ميديا على الاطفال. والله شوفوا انا شفت لعيب الكوره المشهور او كريستيانو كان عنده مشكله مع ابنه عشان ما بيديلوش موبايل، وابنه كبير كده ما بيستعملش موبايل. فازاي كده؟ ما هو معموله كده عشان احنا عيالنا يطلعوا متخلفين وهم يطلعوا 100 100، فهم ما يستخدموش موبايل. على فكره انت لو رحت مثلا ركبت مترو اندر جراوند في اي حته في اوروبا هتلاقيهم ماسكين كتاب او مجله او جورنال، مش ماسكين زينا الموبايل كده. احنا خلاص لزقنا في البدايه، لزقنا. هو كويس انك انت تتابع الاخبار وتتابع الدنيا وتشوف حاجات ما كنتش تشوفها نص ساعه، يعني لما تاخد ساعه في اليوم ده يبقى كتير قوي. انا لما بصحى من النوم اقعد ابص ربع ساعه تلت ساعه، ايوه بقى حاجات تانية تسليني وحاجات تانية تفيدني. المعمول كده عشان امال هم دوت الموبايل دوت هم هيجيبوا فلوس، اديها موبايلات اديها بتاعات اديها مش عارف ايه، ونحن ناخد الحاجات دي وهم ياخدوا بالمقدار. فطبعا كان المفروض ان المدارس تمنع الموبايلات، المدارس الكويسه تمنع الموبايلات للاولاد. المفروض والمفروض 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 الاهالي الموبايل دوت الدكاتره يقولوا الدكاتره مش احنا، انه يصح الشاب يستخدمه في سن كذا، يصح الشاب يستخدمه كذا ساعه في كذا بتاع. لكن دلوقتي بقت بعض الامهات، مش بقول كلهم، في امهات ما شاء الله عليهم الواد بيتلهي والبنت بتتلهي، يمسك التليفون او الايباد يتلهي 3 4 ساعات، هي بقى تكون وراها حاجات وراها تليفونات وراها حاجه. بس مش دي كل الامهات، في امهات شاطرين جدا. فيا ريت نوعي نفسنا ونوعي اهلنا ان الموبايل ده مفيد جدا، وسائل التواصل مفيده جدا، لكن بحدود وبمنطق مقبول. انما اللي ماشي ماسك البتاع ده كده ده هيبقى عنده مشكله كبيره جدا. مريم بتقول لك يا ريت يبقى اللايف اكتر من مرتين في الاسبوع عشان نستمتع بتواجد. يا لهوي يا مريم، ده انا ببقى حامل هم يا مريم، ما صعب شويه. اقول لك بال جامد. يعني ان شاء الله لان كل ما اقدر اعمله، انا ما يعني مش قادر اقول لك ان انا مش هتاخر عليكم بتاع، لاني ببقى مكسوف من الحكايه دي، مكسوف ان انا ممكن اقدم لكم حاجه تبقى حد فيكم مستنيها او بتاع، ببقى محرج يعني. انما كل ما اقدر اطلع حابب اقدر اطلع، بس الواحد بيبقى عنده حاجات. يعني على كل حال الدكتور عبد الرزاق بن حليم ان شاء الله ان شاء الله يوم الاحد الجاي هيبقى عندنا مشكله وهيبقى عندنا نقاط مهمه جدا نتكلم فيها مع بعض عن قوه وجمال الصمت. تعرف تسكت؟ ده سؤال مهم جدا، ما حدش بيعرف يسكت. بص انا مش قادر اسكت اهو، ما حدش عارف يسكت. لا في وقت انك انت لازم تسكت، مش تسكت لان كلامك وحش، تسكت عشان تسمع. كل الكتاب الكبار يعني تقول لنا نجيب محفوظ مثلا يقول لك انا عندي اذا كان عندي ساعه بكتب في قصادهم 10 بقره 10 صامت وساعه متكلم بس بيكتب، بدل ما يتكلم ببقه بيكتب، فده الكلام و10 صامت ماسك كتاب ماسك جورنال ماسك بحث ماسك دراسه ماسك حاجه ماسك اي حاجه ماسك الهوا بايديه، مفيش مانع. سيبوها على خير.